بآخر فقرة من برنامجنا بدنا ننتقل للخوري إلي خليل خادم رعية مجرجس بالكفور تنحكي نحن وياه عن احتفالات عيد مجرجس، والسنة أكيد أخذ شكل مختلف عن السنوات السابقة. منحييك أبونا، صباح الخير. الله معك. الله يحفظك. صباح النور، كيفكم؟ الحمد لله، وأنت كيفك؟ أنا كثير منيح. إن شاء الله ينعاد عليك بعيد مجرجس. وعليكم وعليكم. يعني كيف الاحتفالات السنة؟ منيحة نشكر الله، مثل كل سنة، لكن تعرفي أنت أنه عيد مرجريس بيسائب بشهر نيسان. نعم. وبشهر نيسان بيكون بيسائب العيد السيدي، عيد القيامة، عيد قيامة الرب يسوع من بين الأموات. وهذا الشهر بيكون أوقات بتعرفي أوقات بيجي بأول الشهر، أوقات بنصه، أوقات بآخره. من هيك عيد مرجريس اللي بيسائب اوقات في سنين بيسائب نهار الاربعاء ايوب او خمس الاسرار او بيسائب بجمعه العظيمه، يعني نعم. الاحتفال بيكون فيه اذا احتفلنا فيه ما بيكون عنده هال التقدير الكامل من ابناء الرعيه. من هيك نحن بيقتصر فقط على القداس بيكون كل أبناء الرعية بيتضامنوا، كل فعالياتها بيكونوا موجودين، وعادة احتفالاتنا هيك بتكون، يعني كل أبناء الرعية بيتضامنوا حول هالعيد هيدا حتى يمجدوا الله بقديسين. احنا بنعرف انه القديسين هن انفصلوا المفصولين واللي صاروا مع الرب واللي هن عيشوا حياة فضيلة ومحبة وعيشوا الشهادة الحقيقية حتى الاستشهاد. من هيك أبناء الرعية بيعملوا هالاحتفال، بيعطوا قيمته، تضحياته، وبيكون همهم الوحيد إنهم يلتقوا بقلب رعيتهم مع بعضهم البعض. هلأ بفترة أخيرة لما لقينا إنه بشهر نيسان ما بيكون فيها إذا بدك هالرهجة أو هالتكريم الكامل لمرجريس، نحن نعمل مثل ما بيعملوا رعايا الساحل. بتعرف انت برعايا الساحل بيعملوا قداس بثلاثة تشرين. نعم. وهذا له معنى ايه. ليش بيتم الاحتفال بهالتاريخين يعني ابونا؟ هو نفس المجرجس اللي بيحتفلوا فيه؟ نفس القديس؟ ولكن نعم. نعم. وهالإيمان الكبير لمرجريس، لأنه مرجريس إذا بدك ترجعي تاريخيا مرجريس محبوب من كل المسيحية وحتى بكل الطوائف وحتى من الدروز من المسلمين أيضا أبونا، من كل الناس 100%. من هيك كان له حضور بحياتهم العملية اليومية. إذا بدك بالماضي كانوا يعتمدوا على الزراعة، كان له معنى الخضر، له معنى الزارع أو الفلاح اسمه، لا لأنه كانوا يعتبروه هو بدافع عن مورد رزقهم وحياتهم. وهالرعاية الساحلية اليوم اللي نحن بيحتفلوا فيه بثلاثة تشرين، بتعرفي بثلاثة تشرين بيقولوا ما بيمروا عيد مرجريس انت ما بتسمي بلا عواصف. العواصف كانت تجي وتكسر القوارب الصيد تبع هالصيادين اللي هن مورد رزقهم الوحيد. نعم. من هيك يطلبوا شفاعته ويعيدوا له ويقدسوا له التقديمات والقرابين، ومن هالقرابين اللي كانوا يعملوا ذبايح ويعملوا هريسي ويضيفوها لبعض البعض. حبيت انا برعيه مرجريس انه نعمل هالتقدمه، لانه بفتره 3 تشرين الثاني بقريتنا بالكفور اللي هي شوي عالي بالوسوط ما بيكون في عنا احتفالات كبيره. من هيك شو عملت؟ عملت انه نرجع نحيي الرعيه ونلتقى حول شفيع رعيتنا مع بعضنا البعض بهذا العيد، وبنعمل هريسه وبنعمل ضيافات وبنعمل ثلاثيه حتى نرجع ننشط الرعيه بعد فتره من الصيف بين الصيف والميلاد. نعم. اما بشهر نيسان اللي عم نحتفل فيه اليوم، الليله رح يكون عندنا قداس، اكيد الرعيه بتكون موجوده كل فعاليات بدون ما سمي كلهم اللي هن قلب واحد قلب متضامن. يمكن بسبب جائحة كورونا نحن اليوم مش عم نقدر نعمل هالاحتفالات ولا هالثلاثية ولا هاللقاءات أو محاضرات، إنما تحولت كل هالنشاطات إلى خلية أزمة، إلى تضامن مع بعضنا البعض حول تحدي لهالجائحة اللي عم تعصف بكل لبنان وبكل العالم.
وأيضا فعلا بتلاحظي أنه في وحدة ومحبة مع بعضهم البعض أبناء الرعية، بكل مساهماتهم بكل تضحياتهم يوقفوا حد الفقير والمحتاج بهذه الجائحة. من هيك نحن اليوم رح يقتصر احتفالنا فقط على على قديس، القداس. ينقل عبر أي على الفيسبوك عبر صفحة وقف مرجريوس الكفور، وهيدا النقل المباشر مش عم بيكون بس يوم عيد مرجريوس، كل أحد عم بيكون في نقل مباشر عبر صفحة وقف مرجريوس الكفور، عم يحضرونا بالاغتراب، عم يكون في أصداء كثير حلوة، عم بيكون في مشاركين إذا بدك فوق 700 لل 1000 1500 مشاهد. هذا بيشجعنا إنه فعلا في كثار متعطشين، إنه خاصة اللي بالاغتراب، وهذه كمان رسالة لهم أنا بوديها عبر صفحتكم، ومشكورين إنه نحن بالكفور بهمنا الكفوري المغترب إنه يضل مرتبط برعيته، إنه يضل مرجلي شفيعه، يضل ذكريات حياته اللي عاشها هو وصغير بعدها موجودة وبعدها ناطرته. نعم ونحن بكل حتى اللي برات الكفور كمان، اللي بتعرفي نحن تغربنا بقلب قرانا بقلب ديارنا، كل صحيح، واحد نعم صار نزح بعيد عن التاني. وغير الهجرة. مزبوط، هيدا اللي عم نحاول قد ما فينا كرعية انه نبني بها الرعية. من نعم هيك احتفالنا اليوم ضيافي، وصلت لصلاة للرب بشفاعة مرجرجس لكل ابناء الرعية، وكتار من شريحة المسيحيين وغير المسيحيين بيؤمنوا بشفاعته. نحن بنطلب شفاعتهم، طلب من الرب انه يخلصنا من هالجائحه اللي عم تاذي كثار، يخلصنا كمان من وضع بلدنا حتى نرجع ننهض من جديد، لانه في ناس كثير تعبت، في ناس صارت رح توصل على حدود الفقر، يمكن وصلت، ولكن ما بحب أقولها. أنا بحب ضل عندي أمل، إنه عندي إيمان إنه ما حدا فقير طالما أنا عم بقدر آكل في غيري رح يقدر ياكل، طالما أنا بعد معي بجيبتي غيري رح يكون. بشفاعة مرجريس كلنا رح نخلص من هالجائحة، وبشجع الكل إنه ما تخافوا، ربنا معنا وشفاعته معنا لمرجريس، وهذا آمين. أنا بحب اللي بحب أقوله. أنا هيك بضم صوتي لصوتك وبقول أمين يا رب، استجب كل صلواتنا. واليوم بشفاعة القديس جورجوس خلص هالوطن، هو شفيع مدينة بيروت، يخلص لبنان من كل هالأزمات اللي عم نمرق فيها. وشكرا أبونا إلي خليل على حضورك معنا، كاهن رعاية مرجرجس الكفور، أكيد يعطيك شكرا العافية وينعاد لك. عليك. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا بهالحلقة، بدنا نشكر أستاذ وكيم بولحدو، بدنا نشكر دكتور ندى كلاس، أستاذ كارنيك أصفهاني، وأبونا إلي خليل. ومنودعكم نحن اليوم أحبائنا، لنلتقي بكرة بحلقة جديدة من برنامج عهوى المحبة، دايما من تلفزيون المحبة ومن إذاعة صوت المحبة. الله معكم.